إذا مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية للأحداث في أوكرانيا. مرة جديدة أعود لضيفي من دونباس أو حد دونباس شرق أوكرانيا محمد البابا، رئيس تحرير موقع السويد اليوم والمختص بالشؤون الأوكرانية. سيد محمد، هل ما زلت معي؟ أنا معك. نعم، استمعت لي معنا لتحليلات السيدة إلينا، وأيضا إلى تابعت على شاشة الحدث الفيديوهات التي تتحدث عن انطلاق الدفاعات الجوية في سماء العاصمة كييف. ما المعلومات المتوفرة لديك في هذا الموضوع؟ يعني المعلومات المتوفرة أن هناك مراكز عسكرية في كامل أوكرانيا، في خاركوف، في دنيبروبيتروفسك، في نيكولايف، في أوديسا وفي كييف تتعرض لهجوم صاروخي. أيضا الآن يعني خبر عاجل عبر يعني مجموعات الجيش الأوكراني، عبرت القوات الروسية بالحدود قرب مدينة خاركوف من جهة بلغراد. هناك تحركات عسكرية آلية وبرية باتجاه مدينة خاركوف من منطقة بلغراد. أيضا هناك محاولة عملية إنزال في البحر الأزوف في باتجاه ميناء ماريوبل، وهناك يعني اشتباكات بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي. أيضا هناك معلومة وصلتني يعني قبل دقائق أن الرئيس الأوكراني قد علم، يعني وصلته أخبار أو معلومات استخباراتية مؤكدة قبل كلمته ليلة أمس، أن هناك يعني خلال دقائق أو خلال ساعات قليلة سيكون هناك هجوم روسي وغزو روسي لكامل الأراضي الأوكرانية. لذلك خلال كلمته يمكن قراءة التأثيرات، تأثيرات وجهه.